طلع بيقف في الزيت ونزل تقريبا ماشي 10 جنيه. ديالو 63 وخو راه غادي تكون عنده ديك 54 56. انا سمعت حيث الليلي انا سمعت الخوف ديال العيال وداكشي مشيت لقيت الحادثه واحد ضرب خوه ملي جات لابيلونس داكشي هزاتو السيد مات في الطريق وانا ما عرفتش الخلاف بيناتهم علاش بعد الدار ديال الوالد هما كل يوم متاكلين بدار وحدة لا هادو خوت لا مرضى خوت وخوت مزيانين شي علاش هما ما الحادثة ما عرفتش علاش واقع علاش هما مضاربين داكشي علاش انا شفت هاد الشيء مضروب لداخل الدار كله مضروب تقريبا عنده شي 50 عام بحال هكاك اللي مات تقريبا ديالو 63 54 56 اللي مات ما عمرنيش في الدار بصراحه جينا لقينا مشكل ما تقبلناش اول جريمه وقعت عندنا هنا في هذا الشارع الاولى والاخرى الله يرحمه ما كاين حتى شي دابا شو داكشي راه مشاكل ديالهم هما اللي دار ما عارفين حنا والو.